اي عمل درامي بتوزن على حاجه على ثلاث نقاط. النقطه الاولانيه الطرح، بطرح الشخصيات، بطرح الظروف، بطرح الاجواء المحيطه، وبعدين بطرح ده الطرح الجيد يؤدي الى عقده جيده اللي هي الجزء الثاني اللي هو العقده، اللي احنا بنسميها الحبكه بنتكلم فيها بعدين، بس هي العقده. فاحنا ترى الحبكات عندنا محور خاص فيها في الحبكه. أوكي. والعقده. أوكي. والمعالجه الدراميه واشياء كذا كثير. تمام. فانا رحت من الطرح وديتك للعقده، قدمت طرح جيد ووصلك لعقده متينه. بعد العقده لازم افك في الاخر بحل، يبقى طرح وعقده وحل. الحل ده اللي هو اخر مراحل العمل اللي انا بوصل لك في المرار. فالوزنيه تكون بين الثلاثه، لازم هذولي. تعمل الوزنيه دي. اللي بيخلي بقى مخرج يكمل عمل او ما يكملوش، في بقى كتاب عبقرة بيعمل ايه؟ يقول لك انا عشان بقدم طرح في العمل الدرامي، انا ممكن اتقبل ان انا في كتاب ابدا امشي مع الكاتب في روايه، امشي معاه ستيب باي ستيب كده، وبادئ خفيف والاحداث مش ملتهبه وكده. في نفس الشيء العمل الدرامي، الطرح برضو بقدم الشخصيات، بقدم الاماكن، بقدم علاقتهم ببعض، بقدم النفسيات. بس ممكن استغرق في الطرح ده عشان اعمل طرح جيد، اوصل لعقده جيده، بستغرق في الطرح ده كتير مما يعطي الملل للمخرج وللمشاهد فيما بعد. يعمل ايه بقى الكاتب لما يكون عبقري شويه؟ في مدرسه تقول لك ايه، المفروض ابدا بالطرح عشان اوصل للعقده، والعقده بعد ما بكره اوصل للحل. واحد يعمل ايه بقى؟ يغير في الوزنه دي، يجيب العقده دي يحطها في الاول وتسميها عقده مقدمه، وياخد الطرح ده اسمه طرح متاخر، عشان اول ما يبدا العمل الدرامي تلاقي نفسك بوم في وشك كده، خدت لك صدمه، تلاقي نفسك ايه ده، انا عايز اكمل، ايه ده، ايه اللي بيحصل ده. يعني مثلا تخيل انا ابدا انا وعبد الله، عايز يكسب فلوس، وعبد الله ورائد الاثنين اتفقوا مع بعض، الاثنين عندهم ظروف ماديه صعبه وعايزين بنفكر نسرق بنك. نفس جو غيبوبه اتوقع كده. مثلا يعني لا جو غيبوبه هو اتخطفنا في اول حلقه. فهنا اعطيته العقده من بدايه، هي اسمها العقده المقدمه. العقده المقدمه ان انا في الاول راح حاطط لك المشكله. هو الاول انا وانت اتفقنا ان احنا نسرق بنك، ماشي، فضلنا نأسس الاحداث دي واطرحها، ان انت ظروفك الماديه عامله ازاي وانا ظروفي الماديه عامله ازاي، ورحنا نستعين بواحد ثالث، طرح 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 طرح، وانت مشاكلك في البيت وانا مشاكلي في البيت ومشاكل الثالث ده في البيت، وبعدين رحنا للبنك، فاحنا في البنك بالمصادفه اتقتل واحد بالغلط، هنا بقت العقده. احنا كنا رايحين في حاجه طلع لنا حاجه ثانيه، هنا بقت العقده. تخيل انا رحت جايب لك العقده دي في الاول. بيحصل ايه بقى هنا للمشاهد او بيحصل للمخرج؟ بيحصل عنده تنشن، بيتشد، ايه ده، ايه البدايه الغريبه دي. يعني مثلا اجي اقول لك عملنا مثلا في غيبوبه زي ما قلت لك كده، اول حلقه، فبيقول له انا قابلت واحد واتقتل، قال له اللي انت بتتكلم عنه ده مات من زمان، ادي اول حاجه. او ممكن يجيب له مثلا فلاش باك لحدث ويربطه فيه. لا ما الفلاش باك ده في اللي جايبه في الطرح المتاخر. انت حطيت العقده في الاول، يعني صدمت المشاهد في الاول، ما خدتوش بالتدريج اللي هو الطرح ثم العقده، لا رحت انت مديله العقده في وشه الاول. فيحصل للمشاهد كده تنشن، هيبقى سسبنس بقى خلاص. طيب ده هيستدعي ايه؟ انا قدمت لك عقده وما انتش فاهم احداثها. الحل اتنين بيجروا ورا بعض وواحد منهم قتل التاني، ادي اول الفيلم. فبقت العقده في الاول، انت فاهم ده بيجري ليه؟ وده بيجري وراه ليه؟ والشنطه دي فيها ايه اللي بيتصارعوا عليها؟ فانت كده قدمت لك عقده، يبقى انا محتاج اقدم لك طرح بقى اللي كان المفروض اقدمه لك في الاول. فالطرح ده اسمه طرح متاخر. ممكن يحصل منك ايه بقى لو انت كاتب مش قوي؟ عشان كده بقول لك مش اي حد بيعرف يكتب سيناريو، يضيع منك. يبدا الطرح ده بعد ما انا شديت المشاهد في الاول وعملت له عقده قويه، ابدا اقدم له طرح عشان اغطي بقى اللي فات وافهمك ايه اللي حصل، اترهل في الاحداث، فيحصل عندك الايقاع يقع بعد ما كنت مشدود في ملل، بقى ملل، يا عم خلصنا، انا عايز ارجع للاول القصه ايه اللي حصل. هنا بيعمل ايه بقى الكاتب الشاطر؟ بيبدا العقده دي جزأها مع الطرح عشان ما يحصلش الملل. ما انا لو بدات بالعقده في الاول حصل تنشن، بعد كده طرح هبدا انام منك، لا انا اعمل ايه بقى، اوزع العقده دي واعمل عده عقد وانا بطرح. هذه هي الحبكه، هي دي بقى الحبكه.